بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم بعد الفاصل. ايه اثر الحسد وايه علاماته في البيت او في حياتنا عموما؟ هل صحيح الكسل اثر من اثار الحسد؟ وهل صحيح اني لازم اخبي او اداري اي حاجه حلوه بتحصل لي في حياتي عشان الحسد، خوفا من الحسد مثلا؟ نحصن نفسنا وبيوتنا واولادنا ازاي عن الحسد واثاره وطرق التحصن منه؟ يسعدنا يكون معانا في الفقرة دي فضيلة الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. بنرحب بحضرتك، نورنا. أهلا وسهلا، مرحبا، نور حضرتكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. أحلى بداية مع حضرتك النهاردة في هذه الفقرة. ويمكن يعني بعض الناس بتقعد تشكك في موضوع الحسد رغم أنه مذكور في القرآن، فبيبقى دايما إيه يعني في رد كده بيجي رباني، إن حتى برا مصر والناس المتخصصين في النواحي العلمية ابتدوا يشرحوا ان الحسد ليه اسس علميه وطاقه مش عارفه بتطلع منين، من الجسم و و. فاحنا عاوزين نبدا معاك معلش بدايه علميه الى حد ما، ده طبعا برضو جزء من علم حضرتك، ان الحسد ده معناه ايه؟ يعني ايه حسد؟ يعني ايه حد هو قاعد في مكانه كده قدامي او حتى في بيت وبيتكلم او بيفكر فيها ممكن يحسدني؟ بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. متعودين بنصلي على سيدنا النبي فنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك، الجامع لأسرارك، الدال عليك والموصل إليك، صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير، وننال بها يا ربنا الفرج والبركة والتيسير، وتخلصنا بها يا ربنا من المخاوف والأوهام، وتحفظنا بها يا ربنا في اليقظة في المنام، وتجمع شملنا بها مع النبي العلام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه الأعلام، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بشكر حضراتكم على هذه المقدمة وهذا الترحاب. بالفعل لما احنا بنتكلم عن خلق من الأخلاق اللي موجودة عندنا في القرآن الكريم، بمعنى ان ما فيش حد يقول لي ما فيش حاجة اسمها حسد. لا، ده الحسد مذكور عندنا في القرآن الكريم. قال الله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وعندنا سورة كاملة اسمها سورة الفلق. صحيح. ومن شر حاسد إذا حسد. فاحنا بنتكلم ما بنستخباش، ولكن الحسد خلق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه، وطبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحبه، وكان بنفر الصحابة من هذا الخلق. لأن لو احنا نظرنا عن بعثة حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، جه عشان ينظم لنا الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بعته عشان يحسن لنا أخلاقنا صلى الله عليه وسلم. طيب، الحسد خلق من الأخلاق الذميمة. طب زي ما حضرتك تفضلتي، الحسد مش موجود عندنا بس احنا في القرآن الكريم وبس، لا، ده موجود عند موجود في التوراة وموجود في الإنجيل. حتى علامة الخمسة وخميسة اللي عند المصريين دي، يعني لما حتى الترجمة بتاعتها في الإنجليزية الإيفل آي، اللي هي العين الشريرة. أحسنتي، حتى كانت موجودة عند الإغريق. صحيح. من 1400 سنة قبل الميلاد موجودة. موجودة. طيب، هو يعني إيه حسد زي ما حضرتك تفضلتي؟ يعني إيه حسد؟ الحسد تعريفه عشان نتعلم مع بعض، هو طاقة سلبية، اللي هو احنا بنسميه القوة السلبية اللي بتخرج من عين الإنسان موجهة لشخص ما. طيب، الطاقة دي رايحة لإيه؟ هل هي طاقة إيجابية؟ قلنا لا، دي طاقة سلبية. طيب، والطاقة دي ضعيفة مش قوية. عشان بعض الناس بيقول لي: يا عم الشيخ طول حياته ماشي انا في حسد. وواحد تاني اقصى اليسار خالص بيقول ما فيش حاجه اسمها كده. لا، هي طاقه سلبيه ضعيفه تخرج من الانسان. طيب، معناها ايه؟ الانسان بيبص للانسان اللي قدامه يتمنى زوال النعمه من عنده. يعني واحد كاره الحاجه اللي عندي دي. طيب، الطاقة السلبية اللي حضرتك بتقولي عليها دي ممكن تغير شيء؟ لا تغير شيء، ولكنها لا تؤثر على الإنسان إلا إذا وافقت قدره. قدره يعني ربنا مقدر لي الحاجة دي. لا تؤثر على الإنسان. قلت لحضرتك عشان الناس يتعلموا. ده جزء مهم حضرتك توضحه.
يعني ايه بقى ما بتأثرش الا لو دي في قدر الانسان ده؟ احسنت، الا اذا وافقت قدر يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر للشيخ سيد انه هيقع في الحته دي. فما جيش اصل الصبح النهارده وانا ماشي قلت لفلان صباح الخير فبص لي كده وقال لي صباح النور ما شاء الله ايه الجمال ده، فانا وقعت بعدها، فالوقعه دي عشان هو بص لي فحسدني. أيوة. لان بعض الناس للاسف بعض طب. الناس لاقصى اليمين قوي طول حياته الدعاء يغير القدر. جميل، دي حاجة تانية. مقولة أن الحسد أو ده العين مش دعاء، تدخل ده مش مقولة، ده حديث عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وفي مقولة بقى دي معرفش بقى ولا حديث برضو صلح لي، أن العين أو الحسد تدخل الرجل القبر. ده حديث برضو عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولسه يعني هنقوله بصدده لسه. طيب لما بنتكلم إلا إذا وافقت قدر عن قدر من أقدار ربنا. طب يا عم الشيخ أنا عندي ناس عايشة لأقصى اليمين طول حياته خايف من الحسد. أيوة. والأسرة كلها خايفة من الحسد، لو الولد وقع أصله اتحسد، لو الولد تعب خفيف برضو بنسمعها كتير، لو الولد تعب أصله اتحسد، طول النهار مشغلين البخور في البيت، وعندي حد الاقصى اليسار خالص بيقول لي ايه يا عم الخرافات اللي انتوا فيها ده، عيشوا بقى احنا في 2024 وشوفوا العلم وشوفوا التعلم زي ما كانت استاذتنا بتقول. طب ما الاجانب ما عندهمش الكلام ده، اشمعنى احنا اللي معلقين كل حاجه؟ لا انا لا الاقصى اليمين قوي ولا الاقصى اليسار قوي. أيوة. انا عايزه اوضح لحضرتك عشان الناس، احنا يمكن اتكلمنا في ده قبل ما نطلع على الهوا، اني كان دايما يعني كنت يعني سالت يعني احد العلماء يعني الازهر عن فعلا ان ايه في ناس تقول لك ايه ده على طول محسود زي ما هبه قالت كده ده نجمه خفيف، مع اني دايما مثلا البلدان الثانيه او اجانب او كده ما عندهمش الموضوع ده بالكثره اللي عندنا احنا دي. فجاوبني ساعتها فضيله الشيخ قال لي الحديث الاول اللي هو في الأربعون النوويه اللي هو اني لن يصيبك شيء الا قد كتبه الله تعالى عليك. فدي برضو عايزين نعرفها، هل فعلا احنا هنا بنبقى مركزين في ده قوي وبنقول اي حاجه بتحصل ده نجم خفيف ده محسود ده مش عارف ايه ده مين حسده، ولا يعني الحكايه المظبوطه ازاي نشرحها؟ طيب انا إزاي؟ قلت لحضرتك ما بين هنا وما بين مرة. زي ما حضرتك تفضلتي انا للاقصى اليمين قوي طول حياتي عايش، لو حصل لي اي حاجه او حصل لزوجتي او حصل لاولادي او لا انا اتحسدت، ولا الاقصى الشمال قوي ما فيش، لا انا عندي حسد موجود مذكور في القران الكريم فانا مش هخاف. وقلنا دي حاجه قوه سلبيه ضعيفه. طيب يا عم الشيخ انا عايش بايه؟ عايش بالتحصين، عايش بالله، عايش مع الله. انا اسمي مسلم. يعني ايه مسلم؟ يعني مستسلم، يعني مفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في كل حركتي وسكنتي مع ربنا. حتى في السحر ربنا يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى رجع الأمر كله لمين؟ لصاحب الأمر سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي في الحديث اللي حضرتك تفضلت وذكرت جزء منه، سيدنا النبي كان معاه سيدنا عبد الله بن عباس ابن عمه فبيعلمه بقول له واعلم أن الأمة مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، الدنيا كلها، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. طيب على المقابل العكس، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. بمعنى أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. والحسد والحقد هل في فرق بين ده وده؟ جميل، أحسنت. الاثنين العلماء يسموهم من أمراض القلوب. ربنا يعافي كل مبتلى. أمراض القلوب اللي هي حقد وحسد، بل إن بعض العلماء تكلم عنها وسموها من أكابر أمراض القلوب. الحقد والحسد، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الاثنين دول. دول الغل اللي في القلوب. أحسنت، الله يفتح عليك. وهو كله اسمه أمراض قلوب، ربنا يعافي كل مبتلى. ليه؟ الناس للأسف بعض الناس بتكره الخير اللي عند التانيين. ده احنا سيدنا النبي يا جماعة من تمام
تمام الإيمان وكمال الإيمان، إن أنا ما ينفعش أكون مؤمن إلا إذا أحببت لأخي ما أحب لنفسي. النبي اللي قال كده، لا يؤمن أحدكم، ما احنا بنعلمه لأولادنا، حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. يبقى النعمة اللي ربنا أنعم بها عليا، بحب أخويا يكون عنده نفس النعمة، أحبطه ممكن يعني أتمنى له الخير وأطلب من ربنا يديني زيه، دي ما فيهاش حاجة. أحسنتي أحسنت، الله يفتح عليك. حضرتك وصلتينا هنا الحسد وضده الغبطة. الغبطة اللي هم بيسموها كده الحسد، اللي هو حسد كويس، حميد، حسد حميد. اللي أنا نفسي أكون زيه. شايف فلان عنده نعمة فأنا نفسي أكون زيه. صحيح. عاوز أقلده، عاوز أتبعه. عاوز أشتغل على نفسي زي ما هو اشتغل على نفسه عشان أكون في النعمة دي. هو يا رب بارك له واعطيني. أحسنت. أنا بس عايز أنوه وأكد على المشاهدين إن إحنا بنستقبل كل يعني رسائلكم النهاردة على صفحتنا على الفيسبوك أستاذ معرفوش يكذبوا، في أي سؤال يخص موضوع الحسد. إحنا دلوقتي شرحنا الحسد علميا ودينيا، وعلى فكرة برضو شيخ سيد إن الأجانب برة اللي ملتزمين بالدين بيؤمنوا على فكرة يا مها بموضوع الحسد، ولكن يمكن البعيد بقى عن موضوع الأديان خالص هم اللي بيشوفوها مسألة يا أبيض يا أسود. أيوة. فأي أسئلة خاصة بموضوع الحسد وطرق العلاج والرقية منه، وهل فعلا في حاجة اسمها نجمي خفيف مع رغم ان انا محافظ على الاذكار والرقية بس بتأثر اكتر من غيري ولا لا، دي اسئلة كلها هنجاوبها النهاردة بإذن الله. النجم الخفيف اجاوب عن النجم الخفيف ولا اللي تختاره، احنا معاك للنهاية. ما انا ذكرت لحضرتك انا اسمي مسلم. بمعنى يعني ايه مسلم؟ يعني عندي ربنا سبحانه وتعالى اداني الحصن من كل شيء. ما انا عندي وقاية. يعني ايه حصن؟ يعني الجو برد مثلا، فانا عشان اقي نفسي من البرد ده هلبس الجاكيت بتاعي. طبعا. جميل قوي. كذلك الاذكار، انا عندي اذكار، عندي فكر. طب اقول لك حاجه بصراحه يا شيخ سيد، اتفضل. مش كل الناس عندها يمكن وقت كافي انها تقول اذكار كتير يوميا رغم انها بركه وخير وفوق راسنا. تمام. فلو احنا ناخد منك كده فرصه وانت معانا، حصن جاكيت كده خفيف يحميني وسريع، وابقى انا بقوله كده من قلبي مطمنه، نقول ايه؟ جميل قوي. حضرتك عاوزه روشته صغيره كده اقدر اعملها سريعه كده؟ يبقى انا عندي الذكر وعندي الفكر. هنتكلم عن الذكر. الذكر اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اعمله عشان احصن نفسي من العين، لان سيدنا النبي قال ان العين حق. فحصن نفسي ازاي؟ التحصين اللي هو الوقايه، التحصين اللي هو الامان، التحصين اللي هو الحمايه من كل شر باذن الله سبحانه وتعالى. هو انا نازل الشارع والجو برد وعليا الجاكيت والباقي على الله، بس اللي هو التحصين اللي امرني بيه ربنا وامرني بيه حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عندي اول حاجه قراءه الفاتحه، حاجات خفيفه جدا اهو بنعلمها لاولادنا ونحافظ عليها احنا كمان. عندي قراءه الفاتحه، سوره الفاتحه، السبع آيات دول فيها البركة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بعلمهم للصحابة ويقول لهم دي أعظم سورة في القرآن الكريم، الفاتحة. الفاتحة سبع آيات سبع مرات. والله على حد ما تقريها حضرتك، قريها مرة، قريها ثلاثة، قريها سبعة، ما تشائين. طيب عندي بعد كده سورة البقرة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعه البطلة يعني السحرة. تمام كده اهو. طيب اخلص الاذكار، هنكمل بقيه الاذكار بس نص روشته، هنكمل نص تاني بعد الفاصل ونرجع نكمل التحصين ان شاء الله. مرة تانية رجعنا لكل حضراتكم، ربنا يحمينا جميعا من شر الحسد والحاسدين ببركة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم. والنهاردة احنا يمكن الموضوع فعلا كان يعني مثير جدا لناس كتير عايزة تتحصن وعايزة تفهم وعايزة يعني تحمي نفسها. وبالفعل الصفحة عليها أسئلة كتير جدا يا شيخ السيد، منهم في سؤال جاي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الحسد يفسد العلاقة بين الأب والابن لدرجة مشاجرات ومشاكل كتيرة بينهم طول الوقت؟ شبه اللي كنا بنتكلم فيه في الفاصل، زي احنا ما اتكلمنا قلنا يا جماعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان العين حق، واحنا عرفنا يعني ايه الحسد في اول حلقه.
ممكن الناس تحسد بعض على علاقة الأب بابنه أو علاقة الأم ببناتها، ممكن الناس يعملوا كده، ولكن قلنا دي ما تأثرش في الإنسان إلا إذا وافقت قدره. يعني دي ممكن تعمل شوية ضربات، شوية خلافات، شوية مشاكل، عند بعض اللي بس إيمانه ضعيف شوية وما عندهوش التحصين والقدر الكافي. تخيلي إن إخوات سيدنا يوسف وصل بيهم الحسد لإيه؟ تخيلي ما يقولوا لبعض كده، هو إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا، أبوهم النبي عليه السلام، إن أبانا لفي ضلال مبين. توقعي الحسد وصل بيهم إن هم يعملوا إيه؟ اقتلوا يوسف. توقعي الحسد عمل في إبليس لما شاف ربنا خلق سيدنا آدم وأسجد له الملائكة. الحسد خلى إبليس يتكبر وياخد الغرور ويقول له أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالحسد بيدمر الإنسان، الحسد يضعف شخصية الإنسان. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. طب الروشتة بقى، لسه بقى انا كنت هقول لحضرتك احنا قبل ما نطلع الفاصل انا قطعت حضرتك، وايه كنت حضرتك ابتديت في روشتة التحصين من الحسد، فممكن نقولها بقى تاني. تمام، يبقى ناخد روشتة التحصين بسرعة كده. هو عندي الذكر وعندي الفكر. ذكر مع الله سبحانه وتعالى، لأن الذكر فيه الحفظ، فيه الحماية، فيه إن ربنا سبحانه وتعالى يكن معي. كن مع الله يكن الله جل وعلا معك. طيب أعمل إيه يا عم الشيخ؟ عندي قراءة سورة الفاتحة، سيدنا النبي علمنا إن هي أفضل سورة في القرآن الكريم. عندي سورة البقرة، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعه البطل. طب مش عارف أقراها، شغلها على التليفون، شغلها على التلفزيون في البيت وأقعد أسمع وأحاول أقرأ مع القارئ. طب عندي بعد كده عندي آية الكرسي، أفضل آية في القرآن، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها في ليلته قبل ما نام كده أقرأها. طب ولادي جنبي أخليهم يقرأوا معايا أو أنا أقرأ عليهم؟ من قرأها في ليلتي لا يقربه شيطان حتى يصبح. عندي المصحى من النوم، عندي بقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللي بقولها في يومه 3 مرات، وقاه الله شر يومه. طيب عندي كمان برقي نفسي وبرقي أولادي. طب الرقية بتكون إزاي يا عم الشيخ؟ لازم أروح للشيخ عشان يرقيني؟ لا والله مش موجود الكلام ده. سيدنا النبي علمنا الرقية، الرقية بضم داية الاتنين كده وانفخ فيهم واقرأ سورة الفاتحة واقرأ قل هو الله أحد 3 مرات وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات وقل أعوذ برب الناس وامسح بيدي على جميع جسدي. أعمل كده مع نفسي، أعمل كده مع أولادي، أعمل كده مع أحبابي وعلمهم عشان يتعلموا إزاي. عندي كمان أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرقي بها سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. وعند الرقية اللي رقى بها سيدنا جبريل سيدنا النبي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن كل عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. ده سيدنا جبريل رقى بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عندي التحصين بالذكر حاجات خفيفة هو، وأفوض الأمر لله سبحانه وتعالى زي ما قلت لحضرتك، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا يقول بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا. ألجئ الأمر والأسباب وكل شيء للملك الوهاب وأقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله يقول بعقبها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ده كله اسمه التحصين بالذكر. صحيح. عندي التحصين بالفكر، لازم أشوف اللي زعلان إن في نعمة عند أخوه مش عنده، ده أنا لازم أتكلم معاه ولازم أقول له أنا لازم أرضى بالموجود، لازم يكون عندي رضا عن عطاء ربنا سبحانه وتعالى، لأن الرضا ده أفضل المنازل عند ربنا سبحانه وتعالى. الرضا هيجيب لي شكر، الرضا هيجيب لي حمد. وحضرة سيدنا النبي في كل حركاته وسكناته، لما كان يقعد سيدنا النبي يحمد ربنا، لما كان يقوم يا
يحمد ربنا، لما كان ياكل يحمد ربنا، لما كان يلبس يحمد ربنا سبحانه وتعالى، يقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني إياه من غير حول مني ولا قوة. ده حضرة سيدنا النبي بعلمنا الحمد والشكر، لأن ربنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى اللي بيحسب ده لازم يكون عنده رضا بالموجود، ولازم يكون عندي رضا بالمفقود، ولازم يفتكر آية ربنا سبحانه وتعالى يختص الله بفضله من يشاء. أحسنت، لازم يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق فأحصاهم عددا وقسم بينهم بقدرته وعزته وعظمته الأرزاق فلم ينس منهم أحدا. يبقى لازم هو ده بقى الرضا عن المفقود، نعمة مش عندي عند حد تاني، فأقول يا رب أنا نفسي. لذلك ربنا حكى لنا في سورة الكهف موقف جميل قوي، قصة كانت بين اتنين، واحد اختر بنفسه قوي وشاف نفسه عنده جنة والتاني ما عندوش، فراح كده بقول لأخوه تعالى شوف أنا عندي إيه. ربنا حكى لنا القصة ده هي عشان نتعلم، عشان نشوف ان احنا لو عندنا نعمة ما نقعدش نتكبر بالنعم على اللي قدامنا. ما انا ممكن اعرض انا نفسي للحسد، ايه ده عندي ولاد وربنا مبارك وربنا، ما انا مش عارف اللي قدامي ده ايه. لا، انا ما اعرضش نفسي، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. لذلك سيدنا النبي كان يقول للصحابة على ما يقتل احدكم اخاه، إذا رأى أحدكم من أخاه ما يعجبه، لو أنا شايف نعمة عند أخويا، شايفه راكب عربية جديدة، شايفه جاب بيت جديد، شايف ربنا مبارك له ابنه وبنته ما شاء الله هاديين وكويسين في المدرسة ومن المتفوقين، لما أشوف حاجة زي كده أعمل إيه؟ فليبرك، يعني يقول تبارك الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يبقى لازم أذكر ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. طيب شيخنا، عايز اسال حضرتك دلوقتي، في ناس كثيره تقولك طب انا اعرف ازاي ان انا محسود، او اعرف ازاي ان اولادي محسودين، او اعمل ايه؟ احنا قلنا طبعا التحصين، بس فعلا في ناس بتقولك اعرف ازاي، اعرف منين؟ في هل في علامات؟ هل في يعني هي بعض العلامات مش ذكرها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرها بعض السلف الصالح، قالوا إنه يكون في مثلا خمول، يعني زي كسل في الجسد كده، إن أنا حاسس إن أنا تعبان، حاسس إن أنا مرهق، يبقى أنا بدل نفسي تنبيه إن أنا لازم أحصن نفسي أقرب من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لما حدث بعض الحاجات لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلي سيدنا النبي بيرقي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، تخيلي بيرقي أولاده مش ولاد بنته، دول ولاد حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يعلمنا صلى الله عليه وسلم، أنا عندي ابن ما أرقيه، عندي بنت ما أرقيها، عندي زوجتي ما أرقيها. ستنا السيدة عائشة كانت بترقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش بإيديها، لا ده كانت تمسك إيد سيدنا النبي وتقرأ في إيد سيدنا النبي وتمسح بإيد سيدنا النبي على جسد سيدنا النبي، فيسألوها طب ما أنت اللي بترقي، ما ترقي بإيدك، فتقول أحسنتي، فتقول بركة يدي رسول الله أعظم بركة طبعاً. مني، شوف الفهم بقى، شوفي ده اسمه حب برضو، ده زوج وزوجة بيتكلموا مع بعض، بيقعدوا مع بعض وولادهم حواليهم، ده اسمه الدين. لذلك بنحصن نفسنا، دي بقى الحاجات اللي يعني للأسف بيوت كتير بعدت عن الموضوع ده. ما هو يعني أنا بإيدي أنا اللي بشتغل على نفسي في حياتي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فربنا اداني الطريق وقال لي امشي، طيب فمن اتبع هدايا ألف لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري ما تزعلش فإن له معيشة ضنكا. عشان برضو حضرتك اللي بعدت عن منهج ربنا ومنهج سيدنا النبي، فبنقول نرجع لمنهج ربنا ومنهج سيدنا النبي، نحصن نفسنا بالذكر والفكر إن إحنا نشكر ربنا على كل حال. طبعا نعم بالله. طب هل في حد ممكن، يعني ده سؤال بيجي لنا كتير في الموضوع ده، ممكن حد يبقى بيحسد من غير ما يعرف، من غير ما ياخد باله ان هو بيحسد او بيبص بعين وحشه لنعمه حد غيره؟ وهل فعلا حكايه العين المدوره دي ليها علاقه؟ بس انا اظن دي يعني مبالغه مننا من التراث، بس ان انا بحسد من غير ما اعرف ده وارد؟ طيب كون ان انا احسد من غير ما اعرف، لا. ليه؟ لان انا قلت لحضرتك في البدايه خالص في تعريف الحسد، ده انا بتمنى زوال نعمة الغير. اسمح لي، مال الموروث بتاع ما يحسد المال لاصحابه. جميل قوي، ده انا بستكتر على نفسي الخير اللي انا فيه، اقول انا وصلت لبحسد نفسي وانا مش عارف. انا هنا بحسد من غير ما اعرف. لا عارف
عارف مستكتر النعمة اللي أنا فيها دي. مستكتر النعمة. ده أنا إيه ده؟ ده أنا كنت من كام سنة إيه؟ يعني أنا هبقى عارف إن أنا هقل النعمة أو هأثر على نفسي سلبياً وأنا عارف وأحسد نفسي. بستكتر النعمة. ده حسد بستكتر على نفسي النعمة. فلما يجي اللي قدامي واحد قاعد جنبي فأقول له أنا جبت وجبت وجبت وجبت، فعرض نفسي الكلمة اللي قلتها لك، أعرض نفسي إنه يبص لي، طب ما إحنا كنا زمايل، ما إحنا كنا بناكل مع يعني بعض ونشرب. مستحيل حد يحسد غير وهو عارف. ما هو بيحسد بتكبر، بيحسد بغرور، بيحسد بيحسد بحقد، بيحسد ما انا اللي بعمل كده في نفسي. كلمه من حضرتك عشان نعود لساننا ولسان الناس. انا بعود بنات دايما وبعود حتى اصحابي ان احنا نقول بسم الله ما شاء الله على الحاجه الحلوه، الله اكبر، تبارك الله، اللهم بارك. في ناس بتشوفها ان يعني لا انا ما اقولش الكلام ده احسن يفتكروا ان انا بحسدهم. دي واجبه علينا؟ يعني في حديث سيدنا الخضر كان يقول كده، هو بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم حول حالنا من حال إلى أحسن حال. بعود لساني على طاعة. قلت كل ده قدام الشخص نفسه هيفتكرني بحسده بجد. أنا عاوز جميل. بس نعوده. أنا بقول لنفسي زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فليبرك، يعني أعود لساني على ذكر ربنا سبحانه وتعالى عند ما أشوف حاجة تعجبني. شفت صديقي راكب عربية كويسة، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيها، ربنا يرزقك خيرها، ده الكلام الطيب. سوري مش عيب ومش بلدي يا جماعة، أعوذ بالله. في ناس بتقول لك الكلام ده بلدي، لا أعوذ بالله، ده دين، ده البركة، ده دين. ولولا إذا بيتي نفسه ما أدخل بيتي وأبص على بنتي عجباني قوي، أبص على ابني وشايف منه حاجة جميلة أقول بسم الله ما شاء الله، ما ده كلام ربنا. ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله. حاجة تانية، عايزين مثلا لو قلنا مثلا الراجل او الست او الشخص اللي بيحسد ده يطهر نفسه ازاي من الخصلة دي؟ احسنتي، سؤال جميل قوي. عاوزين نرجع لطهارة ونظافة القلب. احنا قلنا دي اسمها كلها حقد وحسد وكبر وغل وغرور، دي كلها اسمها امراض قلوب. انا عاوز القلب. القلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه اشرف شيء في جسم الإنسان قلبه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. طيب ربنا حتى في الكلام عن القلب بقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى محل نظر الرب هو القلب. طب عاوز أطهر قلبي، أشتغل على نفسي شوية في جانب صلتي مع ربنا، في جانب إن أنا حب الخير للناس. تخيلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام في الحديث يقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، راجل يعد على الصحابة النبي يقول ده الرجل ده من أهل الجنة. فسيدنا عبد الله بن عمرو قال يعني هو بيعمل إيه أحسن مني؟ لا أنا هروح وأشوفه في بيته بيعمل إيه. فراح خبط الباب على الراجل، قال والله أنا بيني وبين والدي خصومة وعايز أقعد معاك ثلاث أيام. قعد عنده، فبقول لقيته عادي بيصلي عادي وبينام عادي، بس هو ما بيتقلب كده ألاقيه بذكر ربنا وهو نايم. وهو نايم على جنبه بيتقلب كده تلاقيه يقول لا إله إلا الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر، يصلي على حضرة سيدنا النبي. فبقول له بعد ما الثلاث أيام بقول له والله أنا لا بيني وبين والدي خصومة ولا أي حاجة، أنا جيت عشان إحنا على مدار ثلاث أيام سيدنا النبي يقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وتعدي أنت، فأنا حبيت أشوفك بتعمل إيه أفضل منا إحنا. فقال ما نمت وفي قلبي حقد من حسد ولا غل من حسد ولا بغض من حسد. الذاكرون والذاكرات ومن أتى الله بقلب سليم. يعني الله يبارك لك يا شيخ سيد، ربنا نورتنا ونورت علينا يا رب، يبارك فيكم الله يا رب، ويملأ بيوتنا بالسكينة وتشرفنا مرة تانية إن شاء الله. إن شاء الله هنا البهجة، هنا تبدأ السعادة والسعادة. الفقرة اللي جاية هتكون مع مها الصغير وملك المطبخ شيف محمود سعد وسلطة البطيخ، فانتظرونا. شكرا.